السلام عليكم عشاق فريق الوداد. بعد نهاية رحلة القائد يحيى جبران مع الوداد رسميا وانتقاله إلى نادي الكويت الكويتي، في هذا الفيديو سنتعرف على أرقام وإحصائيات اللاعب رفقة الوداد. قضى يحيى جبران 5 مواسم ونصف داخل القلعة الحمراء منذ انضمامه للفريق في يناير سنة 2019. لعب يحيى جبران رفقة الوداد 223 مباراة في جميع المسابقات الرسمية، سجل 34 هدفا و 14 تمريرة حاسمة، مساهما في 48 هدف رفقة الأحمر الودادي، وقد سجل 20 هدف في البطولة المغربية وهو خامس هداف للوداد في عهد الاحتراف، كما سجل 12 هدف في مختلف المسابقات الإفريقية، ويعتبر الهداف التاريخي للوداد مناصفة مع الكونغولي فابريس أونداما. سجل 11 هدف في دوري أبطال إفريقيا، وهو الهداف التاريخي للوداد رفقة الثنائي إسماعيل الحداد ومحمد الناهري، كما حقق 4 ألقاب رفقة الوداد الرياضي، وأنهى مسيرة يحلم بها كل لاعب كرة قدم مغربي. فاز بجميع الألقاب الممكنة سوى كأس العرش، فاز بالبطولة الوطنية المغربية والسوبر الإفريقي، وشارك في كأس العالم للأندية، كما فاز بدوري أبطال إفريقيا. ودعم بيبو. إلى فيديو المقبل إن شاء الله. إذا أعجبكم هذا المحتوى شارك الفيديو مع أصدقائك لدعمنا لنقوم بإحصائيات جميع لاعبي الفريق.